والإنسان يحرص على ذبح الأضحية بنفسه إن كان ممن يعلم أحكام الذبح ويستطيع ذلك وهو غير عاجز، فكونه يذبحها بنفسه فهذا هو الأفضل. ونفهم يا إخوة، نقول الذبح لا نتكلم عن السلخ. إذا قالك إنسان نعرف نذبح وما نعرفش نسلخ، لازم نجيب واحد يسلخ وخليه هو يذبح ويسلخ، لا، إذا كنت تستطيع ذبحها فاذبح. نحن نتكلم عن ذبحها تقربا إلى الله عز وجل، أما قضية السلخ وتقطيع اللحم، إذا أنبت غيرك وجبت إنسان آخر فما في حرج، لكن لا يفوتك الفضل في أن تباشر ذبح أضحيتك بنفسك، أن تباشر ذبح أضحيتك بنفسك وتذبح الأضحية بنفسك، هذا أفضل. إن قال إنسان أنا ما أستطيع لعجز أو لعدم معرفة الأحكام ونحو ذلك، يجوز له أن ينيب غيره. لكن يا إخوة، إذا أناب الإنسان غيره في ذبح أضحيته يحرص على أمرين. الأمر الأول هو شهود الأضحية، يشهد الأضحية، يكون حاضرا واقفا، هذا مما يحرص عليه. وثانيا أن يحرص على أن ينيب من يجزئ ذبحه، والذي يجزئ ذبحه هو المسلم. والمالكية يقولون يحرص على أن ينيب المسلم الصالح وليس المسلم الفاسق. قالوا فإن أناب مسلما فاسقا فهذا يكره عندنا، إن أناب مسلما فاسقا يذبح الأضحية فقالوا هذا يكره عندنا. وتكلموا عن مسألة من ترك الصلاة، إذا أنبت غيرك وهو لا يصلي هل تصح ذبيحته أم لا تصح ذبيحته، على خلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا، فمن يرى كفره فإنه لا تصح أضحيته ولا تصح ذبيحته، هذه تصير ميتة. وأما إذا قلنا بأن من ترك الصلاة تكاسلا فهو مسلم فاسق عاص، تصح أضحيته لكن لا تنبه، وإنما أنب غيره أن يكون مسلما، أن يكون مسلما صالحا غير فاسق. فهذا الذي نحرص عليه، إذا لم تستطع أن تذبح الأضحية وتباشر أضحية بنفسك وهو الأفضل، يجوز لك أن تنيب غيرك. وإذا أنبت غيرك احرص على شهود أضحيتك وذبحها، وأن تنيب مسلما صالحا.